إذا أردنا أن نقول كلاما يفيد هذا الوطن ما نقول إلا أن الحياة كلها لا تستقيم إلا إذا ارتكزت على مبادئ الأخلاق العامة والتي يسلم بها المجتمع مهما تكون الخيارات وأيا كانت الأهداف. هذه رسالة نوجهها إلى الذين يهمهم الأمر. فقط نقول نحن لسنا مع تليف المدينة، بل على العكس من ذلك، نحن نريد مدينة جميلة. إذن فنحن مع جمالية المدينة ولا لتريف المدينة. يجب أن ينتصر الأداء العقلاني والواقعي حتى تكون مدينتنا مدينة الدار البيضاء من أحسن المدن، وتكون المدينة الذكية التي نراها مناسبة بين مدن العالم. أخي، أن النضال لا يكون ناجحا إلا بالتدرج، ولولا الجمعية ومن معها من حكماء لرأيت النيض أكثر من الطيح والطيح أكثر من النيض. ففي الحقيقة المجتمع المدني يلعب دور لتخفيض وليس للرفع من ما نسميه العنف. ولو أنهم أتوا بطريقة عنيفة، ولكن أبينا إلا أن نكون في المستوى ونقول احذروا، فهذا استفزاز من ورائه يريدون شيئا لا يحمد عقباه. وكذلك يجب أن تعلمون أن مغربنا محسودون عليه، وهناك أعداء دخلوا إلى الوطن وأرادوا تخريبه. ونعرف اليوم أن الأحزاب والنقابات والعديد من الصحافة والإعلاميون لا يلعبون ذلك الدور الذي تواجدوا من أجله، بل هم نفعيون مصلحيون يخدمون مصالحهم لا أقل ولا أكثر. إذن فنقول لهم عودوا إلى وعيكم، أينكم؟ ألا ترون اليوم رجال التعليم ماذا يفعلون؟ ورجل التعليم نعرفه هو الذي سبق وأن درس للوزير والمحامي والطبيب إلى الجميع. فنحن من هذا المنبر نساند رجال التعليم، ندعمهم ونحن معهم. ونحن أناس ننتمي لثقافة الحوار، ولسنا جاهلون. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: أعرضوا عن الجاهلين. وما علينا إلا أن نكون في وعي ذو مستوى هائل لنصل إلى أهدافنا. فقد نقول هو طلب، وفي نفس الوقت نقول إنه الدفاع عن حقنا. فما دام هذه الإسطبلات تتوفر على الشروط الموضوعية من نظافة ومن صحة الأبقار والغنائم ومن من جميع الأمور، فلما لا يتركون هؤلاء الناس يأكلون رأس مالهم اليوم عوض أن يتنمى؟ وأين التنمية؟ يجب أن ينمي رأس ماله، فإذا به نتفاجأ اليوم وهو يأكل من رأس ماله. فنداؤنا إلى صاحب الجلالة: يا صاحب الجلالة والمهابة، إذ نحن نطالبك بإنصافنا لأننا أصحاب حق، فليس لدينا ما نفعله، وكل هؤلاء لا يمكنه أن يعمل في عمل أو مهنة خارج المهنة التي تربى فيها منذ صغره، وهو يعتبر نفسه يساهم في الاقتصاد الوطني. وأنتم ترون ما أتى يوما الشرطة ليقولوا لنا إن لديكم بهائم مسروقة، لأننا نشتري ذلك بالمخطوط وبالمكتوب. إذن فنحن واعون. فإذا ما جاء أحد ليشتري أو بتنازل أو غيره، فالناس يتفحصونه ويعرفون تاريخه ولا يقبلونه أن يكون إلا إذا كان نظيفا، وإذا كان تتوفر فيه الشروط الموضوعية إذاك يصبح جار من جيران. ولا بد كما سبق ذكرك أن نتدرج، ربما سنصل إلى الوسيط كذلك. يعني واش غادي نتوما تمشيو للعمالة ولا تبقاو واقفين هنا؟ فإذا ما غيبوا الحوار فلا بد أن نأتي، لأن لما أقول تدرج لا يمكن أن تخطى السيد العامل،
هذا الرجل وإطاراته يعملون في الحقيقة، إلا أنهم مضطرون للقيام بما قاموا به، لأن ربما هناك مذكرة وهذه المذكرة غامضة. ولكن يجب أن نعلم أن هناك من يجتهد أكثر من القياس، هناك من يجتهد. أنا كاين خلفان قدمية، كاين شي قايد شي باشا كيبغي يجتهد وكيدير أكثر من القياس. أهلي يجب أن يكون واعيا كما قال صاحب الجلالة تغمده الله برحمة الواسعة، لازلت أذكر عندما حصل ما حصل 73 ماذا قال؟ Il faut exécuter l'ordre mais avec intelligence، c'est-à-dire يعني يمكنك أن تطبق الأمر لكن بذكاء، ماشي يجي يعطيك أمر وتقوم به وتديره. هناك لا يجب أن نعمم، أنا سبق وأن قلت أن السيد العام وأطره هم يعني في مستوى، ولكن هناك من يجتهد، هناك من يحاول أن يجتهد، باغي الكراد، باغي يقول للسي مهيدية بأن راه شوف واش درت أنا، أنت طلبتي عاد شوف ولكن شوف أنا درت، لأن حنا المذكرة تتقول يعني كتكلم على العربات المجرورة. أقول وسبق أن قلتها بأن المغرب يعيش على صفيح ساخن، وأنا شخصيا أنا الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية قطاع السكك الحديدية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس جمعية النماء والمستقبل، ورئيس كذلك الجمعية المغربية للتنمية والتعاون لمتقاعدي السكك الحديدية. إذا فأنا أتواجد داخل المجتمع بأنساجه وأنساقه، وأعلم علم اليقين أن هناك من وراء ما يجري، ولذلك أنا أقول حذاري ثم حذاري ثم حوار فقط. الحوار سيؤدي إلى نتائج بطبيعة الحال وسنعرف، وسبق أن طلبنا منهم المعلومة، ودستور 2011 يحمي المعلومة، إذا طلبت المعلومة طلبناها، ولو طلبناها عبر القنوات ووصلهم ذلك، ما عليهم إلا أن يأتوننا بالمذكرة التي جاءت من السيد الوالي ونبيلة العمدة. يعني أعتقد فأنهم يعيشون اليوم ارتباك ما بين التناقض الحاصل ما بين السلطات كمحليون وما أتاهم بشكل مركزي. يعني وبهذه المناسبة أود أن أقول سي مهيدية، راه نحن معك ولسنا مع تريف المدينة، ونحن نهنئك بالثقة المولوية إلى غير ذلك، ولكن استشر من هم محليون، السلطات المحلية، فهم يعرفون ويدركون أشياء كثيرة ربما سيفيدونكم حتى لا تكونوا، وأنا أعرفكم جيدا حق المعرفة، أنتم مهندسون، أنت مهندس ولست من أناس الداخلية كما سبق، وأنت يعني إنسان لابد له استراتيجية، ولابد أنك تفهم شيء اسمه سيستيم دو مانجمنت دو لا كاليتي، يعني راك تشتغل بلي بروسيدور أو بلي بروسيسوس. إذا يمكن أن ننقل لك كل شيء تابع للغة الفرنسية، ولكن ما دام الشعب في حاجة إلى أن يسمع كل ما يجري باللغة العربية، فلذلك فضلنا أن نتكلم باللغة العربية، وحتى اللغة الإسبانية يمكن أن نتكلم بها. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.